طبعا ما كنتش تعرفي ان انا معايا مفتاح تاني للاوضه. انت ازاي تدخل عليا بعد ما قلت لك اني بغير هدومي؟ فين هدومك دي اللي غيرتيها؟ ما انت قاعده مع الاستاذ اهو قافل على نفسكوا الباب. ما انا لازم اخلص الشابتر الاول. حبكت يعني ليله الدخله؟ ما هو يا حبيبي فاضل شهر على مناقشه رساله الماجستير، وانا فاضل لي 4 شباتر، يعني كل اسبوع شابتر. طب ما تعتبريني شابتر من الشباتر ديت، محتاج بس مراجعه نهائيه، اعتبريني الفهرس. وانا يا حبيبي لا لا لا، بصي بقى بصي بقى، انت المره دي هتغيري هدومك بجد وانا هنقيلك بنفسي قميص النوم اللي هتلبسيه في ليله الدخ. ايه ده؟ ايه ده؟ كل دي كتب؟ ليه؟ اهي فوطه اهي فوطه ويجي 100 كتاب؟ دي شنطه واحد في المعتقل، دي شنطه هدومك يا عروسه. ما انا مش هحتاج اكتر من كده. طب وانا؟ ما انت اللي مصبرتش عليا لحد ما اخلص رساله الماجستير، استنى بقى لما اخلص. طيب نمشيها جواز الميلادي ونخلي صبر لبكره. طيب بص يا حبيبي، تعالى اقول لك على حاجه. ما هو انا مش هعرف اعمل حاجتين في وقت واحد. وبعدين انت جاي تعبان ومن العلقه بتاعت الخناقه الزوجيه. ايوه رح توديني فين يعني كده؟ يعني مش هينفع. افتحي يا مريم بدل ما افتح بالقوه. هتنام في الصاله بقى. معلش يا سيمو، اصل انا ما بعرفش اعمل حاجتين في وقت واحد. تصبح على خير. انا جيت لك اهو. فعلا خدت اجازه مفتوحه. هي معها لحقت قالت لك؟ خايف اكون زعلتك. لا ولا زعل ولا اي حاجه. قالت لك ايه؟ قالتش حاجة. طب حصلها على البيت بسرعة. ما مش هتقول حاجة في البيت. ايه اللي حصل بينكوا انا معرفوش؟ هي يعني بقى لها فترة مش عايزانا نلمسها. عايشين في بيت واحد وكأننا متطلقين. ليه؟ معرفش. بس انا وانا خارج من عندك في المكتب من كام يوم كده حسيت انها كانت بتصنط علينا. امتى؟ لما كنا بنتكلم عن عيسى قلت لي طلعه من دماغك وسيبني براحتي. ماشي. اسلام انا قعدت اذاكر طول الليل فرحت الاقي نومه بقى. امال فين المحروس جوزك؟ جوزي يمكن هو ده. ايه ايه يا اسود احمدي، ازيك؟ صباح الخير. صباحيه مباركه يا عريس. مش قوي. انت كمان يا اخويا لسه ببدله الفرح. انا مش قلت لك لما حد يجي يخبط تعالي صحيني علشان الحق استخبى. استخبى ليه؟ هو احنا عملنا حاجه غلط؟ لا ازاي بقى وانت وش ذلك؟ انت عملت حاجه خالص؟ الصباحيه اهي. قال يعني عملته صباحيه. الله نيله. تسلم ايديك يا حماتي. تردلك في الافراح. عجبك الفضايح دي؟ فضايح ايه؟ انا مش شايفه اي فضايح. اتفضلي قدامي على اوضه النوم. اوضه النوم ليه بقى ان شاء الله؟ علشان بس توريني البيجامات فين. اه بيجامات. طب تعال تعال ورا.
ما اختك عايزاكي بره. ضد انا جيت اطمن عليك. انا كويس خلاص، تبقي ترجعي الشغل. هو انا مش قلت لك تجيبي سكرتيره غيري؟ هتزهقي من قعده البيت. لا خلاص انا شفت شغل تاني. تبقى في حاجه مزعلاكي مني صح؟ انا خارج كده مشوار وجاي بسرعه. سيبكوا بقى براحتكم. مش عايزه تقولي لي حاجه. هو علاء ما اشتكلكيش مني؟ قال لي ان انتي مش عايزاه يقرب لك. وما تكسفش يقول كده لواحده ست؟ انا اختك. اه اختي. ليه يا داليا؟ ده انتي وعلاء قصه حب طويله. ده انا اتجوزت واحد قد ابونا في السن عشان انتي تتجوزي اللي بتحبيه. لا يا حبيبتي، انتي عملتي كده عشانك مش عشاني. وبقول لك ايه بقى؟ دور الضحية، وأصل أنا ضحيت والشغل الصعبانيات. يا حبيبتي أنا مش قصدي عايرك، أنا بس بفكرك بحبك لعلاء، الحب اللي خلاني أشغله عندي في الشركة عشان أضمن له دخل ثابت يصرف فيه على البيت ده. وقلت مرتبك على مرتبه مش هيبقى ناقصكوا حاجة. لا يا حبيبتي، إحنا في حاجات كتير قوي ناقصانا ما اشتريناهاش بفلوسك. وما تتعبيش نفسك، شغلك أنا مش راجعة تاني. ومش هقول لك ليه انا مش عايزه علاء يقربي. هاني ما صدقتش نفسي لما عرفت انك شغال يوم صباحيتك. الصباحيه دي كانت الصبح يا متر، انا هفضل جنب المدام يعني ليل ونهار. يا راجل ده انت جامد قوي بقى. يا ريت كل العرسان تعمل زيك. يا ريت كل الحالات ما تبقاش زيك. ليه؟ قصدك يعني عشان ما بدفعلكش فلوس وبقول لك ان الفيزيتا مقابل الاتعاب بتاعتي؟ يا كمشوشي انت بتعمل ايه تاخد عليه اتعاب؟ نعم. قصدي يعني انا شايف ان مشكلتك صعبه، لانه لغايه دلوقتي انا مش قادر احدد انت بتشتكي من ايه. شوف يعني من سنه 93 ما كسبتش قضيه واحده. حلو، ايه القضيه اللي كسبتها سنه 93؟ لا ما كسبتش حاجه، دي كانت سنه التخرج. التخرج منظري بقى وحش قوي قدام عيلتي وقدام اهلي وجيراني. واكيد طبعا الناس اللي خسرت لهم قضاياهم. لا دول ما بحاولش اشوفهم تاني، ما مش ناقصه خانه. شوف يا متر كمشوشي، انا شايف ان العلاج بتاعك انك تحاول تستعيد الثقه بنفسك بانك تكسب ولو قضيه واحده. عقدها لي بقى، عقدها لي. ليه يا كمشوشي؟ ما تشوف لي حل اسهل من كده. اشوف لك ايه تاني؟ ما هو يا حبيبي ده علاج. ما سيم. هو ده. انا ما صدقتش نفسي لما قالوا لي انك شغال يوم صباحيتك. ايه يا جدعان انتوا في ايه؟ الجمله دي بتقولوها كلكم ليه؟ ماله ده؟ اصل انا قلت له نفس الجمله اول ما شفته وهو افتكرني بهزر. امال انت كان قصدك ايه؟ ان الله حليم ستار بقى. اتفضل يا استاذ كمشوشي، اتفضل. هنكمل الجلسه المره الجايه. جلسه ايه؟ واحنا لحقنا نقول حاجه الجلسه دي؟ يا كمشوشي يا عم اعمل بالفلوس اللي بتاخدها. لا بتاع 93. يلا يا عم كمشوشي. انا غلطان اساسا؟ انت فكرك ان انا لو في جيبي حق القعده على القهوه كنت جيت لك، ولا في جيبي حتى حق باقه نت كنت جيت لك هنا؟ انت فكرك ان انا جاي بتعالج؟ ده انا باجي عشان انام على الكنبه الجلدي دي. انا اهبل ان انا جيت لك اساسا؟ يلا يا كمشوشي، يلا يا كمشوشي. وسيم اوعى تكون. لا عيب عليك يا راجل. والله شكلك عيسى. عيب يا ولد؟ لا طبعا عيب، ما تقولش كده، عيب عليك. طمني، رفعت راسنا قدام العماره؟ قدام الدنيا كلها. بقول لك ايه؟ جواز حلو؟ احلى حاجه في الدنيا عيسى. يا ريتني كنت اتجوزت من زمان. بس بقى يا عم ما تقعدش تحنس في اهلي بموضوع الجواز ده. لا بجد عيسى، انا ما حسيتش بطعم الدنيا كده لما اتجوزت. يا ابن اللذينة. ايه
ثانية واحدة، مين حضرتك؟ أنا مين؟ أنا بدور على عيسى الفقي. هو لاحق تجي له زيارات؟ لا أنا سارة خطيبته. هو كمان خاطب؟ هو من زمان، من زمان قوي على فكرة. أوكي، وأنت عرفتي عنوان الشركة منين؟ ما أنا مش هسيبه يشتغل في شركة قبل ما يديني عنوانها يعني. واضح إنك بتجري عليه قوي. بقول لحضرتك خطيبي من زمان، من أول ما اتولدنا تقريبا. طيب طالما أنت جاي تسألي عليه، جاي تدور عليه في مكتب صحفي الشركة ليه؟ ما أنا ما أعرفش مكتبه هو فين. وبعدين كنت فهمت يعني إن صاحبة الشركة دي متبنية شوية اليومين دول. هي فعلا متبنية قوي. وحضرتك مين بالظبط؟ علاء الملط مدير الشركة. وتعرف عيسى فين دلوقتي؟ هو زي ما أنت توقعتي بالظبط. ما صاحبة الشركة. ها، في حاجة لسه مش فاهمها في الشغل؟ أديني براجع كل التفاصيل اللي اداني أستاذ علاء. بس دي التفاصيل اللي قالك عليها علاء. لسه شغلك معايا أنا هيكون أصعب شوية. أصعب من كده؟ ما تخافش، مش هشغلك بيه دلوقتي. سارة؟ معلش، أصلي كنت فاكراك لوحدك. سارة خطيبتي يا مدمعة. فاكراها، شفتها في الاسم لما جيت اخرجك من هناك. طب الحمد لله ان حضرتك ما نسيتينيش. طيب يا عيسى، زي ما اتفقنا، ولما تخلص عدي عليا. حاضر. ممكن افهم الست دي كانت عندك بتعمل ايه؟ عندي؟ دي شركتها، خش اي حته هي عايزاها. ايوه، اشمعنى حتتك انت بالذات؟ وايه بقى اللي انتوا اتفقتوا عليه وبتفكرك بيه قبل ما تخرج؟ ساره، هو انت عامله عليا كبسه؟ لا، انا جايه ابارك لك على الشغلانه الجديده. فكرتيني بامي لما جت معايا المدرسه اول يوم. الله يرحمها، بس ما قدرتش تيجي معاك كل يوم. قصدك ايه؟ شوف لي شغلانه معاك هنا. هنا؟ ايوه. هو مش انت عايز تتجوزني بسرعة؟ خلاص، مرتبك على مرتبي، هنساعد بعض وهننجز. يبقى لسه أول يوم ليا هنا في الشغل، وأقول لهم خدوا خطيبتي شغلوها معايا. إيه؟ الهانم مش هتوافق؟ وطي صوتك. زي الفريق ما بتحب الشريك؟ لا، وعلى إيه؟ أنا أروح لها دلوقتي أقدم استقالتي وأنزل معاك. بقول لك إيه يا عيسى، من غير تهديد، قدامك أسبوع واحد تفكر فيه، يا تشغلني معاك هنا بالذوق، يا إما والله العظيم هنط لك هنا كل يوم بالعافية. يا رب تكوني اطمنتي على خطيبي. اطمنت؟ كويسة؟ هموتك بس يا فندم، حضرتك اللي عديتي مرة واحدة. انت اللي سايق وانت نايم، ولا تلاقيك بتتشات على الفيس؟ على الفيس؟ لا حضرتك، انا مش همسك التليفون خالص وانا سايق. تبقى ما بتعرفش تسوق يا خفيف، وتلاقيهم مطلعين لك الرخصة بالرشا ولا بالواسطة، ولا حد عارف انت جاي منين اصلا. كده كتير قوي على فكرة. لا ده كده قليل خالص على فكرة. واحدة غيري كانت جرتك على الاسم وعملت لك محضر، بس حظك بقى ان انا مش فاضية لك. العالم العرر اللي على الصبح دي حاجة قرف. يا نسا، غريبة أوي. أخيراً ياسر الشواربي في شركتي. عندك حق يا ما، كان لازم أجي أبارك لك من زمان، من ساعة ما مسكت الشركة. بجد؟ إيه طبعاً بجد. ما أنت من ساعة ما مسكت الشركة مفيش ما بيننا غير كل منافسة شريفة. ومسامح في اللي فات؟ أنا مش بس مسامح في اللي فات،
أنا كمان مركز في اللي جاي. شكلك جاي في مصلحة. مصلحة مشتركة. بيني وبينك؟ شفت الدنيا؟ خير. المناصرة بتاعت جامعة النور. أنت داخلها معايا؟ أنت اللي داخلها معايا. والمطلوب؟ المطلوب يا مها تشوفي تحبي تاخدي كام عشان تسيبيها وتخرجي. للدرجة دي ياسر أنت خايف أخد منك المناصرة؟ لا يا مها، ما هو أنت كده كده مش هتاخديها. أنا بس عايزك تخرجي برا عشان معانا منافس غلس شوية. نعيم. طيب. أنت عارفة كل حاجة أهو. أنا بقى عايز أخرجك منها عشان أستفرد بيه. أنت مش قادر تنسى إنه خطف منك تبكيل ألمانيا، ها؟ شفتي بقى؟ وبعدين واحدة بواحدة. محدش عارف، ممكن يكون ربنا بعت لي المناقصة دي عشان أعرف أخطفها منه. عارف المشكلة في إيه؟ إنه ياخد منك المناقصة دي كمان وتبقى 2-0. لا يا ما، بس أنا مش خايف من ده. ياسر، أنت مش خايف غير من ده. بس أنا هساعدك تاخدها منه. إزاي بقى؟ 2-1. بدل ما تطيرني منها، ندخلها أنا وأنت سوا. طب يا جماعة، أنا مش عايز أوصيكم، إحنا أهم حاجة عندنا هنا هي النظافة. هو ده عنواننا. طيب، اتفضلوا أنتوا دلوقتي. شكراً، شكراً. مبروك يا مخترق، المحل يجنن يجنن. مبروك علينا. لسه عايزني أشتغل معاك؟ طبعاً. وأنا اشتريت المطعم ده كله إلا لما أنتِ وعدتيني بكده. خايفة أكسر رقبتك. لا عمرك عملتيها ولا هتعمليها. يعني جايز ما لقيش وقت. مش مهم، المهم تلاقي نفسك. ثانية واحدة. بصي بقى يا ستي، أنا محضر لك إيه؟ إيه ده؟ ده اليونيفورم بتاعك. ده كأني لسه متخرجة من الجامعة وبستلم شغل النهاردة. حلوة قوي يا مختار. الله يمسي إحساسك بالظبط. مش أنتِ اللي قلتي لي لازم نبتدي من أول وجديد؟ طب الولاد هنعمل فيهم إيه؟ ولا حاجة، نعزمهم على الغدا هنا، هييجوا هياكلوا وينبسطوا. وبعد ما ياكلوا اكيد هيسالوني يا بابا مين اللي عامل الاكل الحلو ده؟ اقول لهم تعالوا بقى معايا عشان اعرفكم الشيف الجميل اللي عمل الاكل ده كله. ساعتها مش هيقدروا يقولوا لك اقعدي في البيت ولا تبطلي تشتغلي. بس خلي بالك، هم هيجوا كل يوم وياكلوا ببلاش. ما عنديش مانع طالما هخصم ده من مرتبك. من اولها كده؟ اتفضلي. يا فندم، طبيعي اخو حضرتك يفضل تعبان طالما ما خدش الدواء اللي انا كتبته له. ايوه، يعني انا ايه اللي مطلوب مني حضرتك دلوقتي؟ هل اجي اديله دواء في بقه؟ لا، انا مش في العياده، انا في مؤتمر علمي برا مصر. طب ثانيه واحده لو سمحت، علشان رئيس المؤتمر جه. ايوه ايوه عمر، خد تعالى، خد تعالى. انت باين لحد؟ لا بدور على شقة الدكتورة مريم. دكتورة مريم؟ لا دي شقتي انا. شقتك انت، عن اذنك. لا تعالى بس، خد تعالى. مالك؟ انا مراتها، انا جوزها. هي قالت لي حاجة زي كده، حتى بالأمارة انا قلت لها ازاي تتجوزي من غير ما تخلصي الرسالة بتاعتك. وانت مين حضرتك؟ زغربان. يا فندم انا ما سألتش عن نوع، اسم حضرتك ايه؟ اسمي زغربان ابراهيم زغربان، من عيلة زغربان. مين؟ ايوه، العيله بتاعتنا اسمها زغربان. مش عارف بصراحه اقول لك ايه. انا اسمي، انا الدكتور بتاعها في الجامعه، وهي اكيد حكيت لك عني وقالت لك حاجات. دكتور زغربان، ازاي حضرتك؟ اول مره تيجي في ميعادك. انت اللي حظك حلو قوي، الولاد ما حضروش المحاضره الاخيره، فقلت اجي راجع معاكي شابتر نمبر 6. دكتور زغربان يا وسيم، المشرف على الرساله بتاعتك. انا عرفت. وسيم يا دكتور، جوزي. مالك بتقوليها بقرف كده ليه؟ انت بتعلم في نفسك ده. مش انت اللي قلتي لي سيء الصلاة قبل ما تخلص الشابتر بتاعك؟ معلش يا جماعه، انا متاسف جدا، واضح ان انا جيت في وقت غير مناسب جدا. اما تخلصوا المشكله العائليه اللي ما بينكم وتجيبوا عائلاتكم ابوها وابوها وتخلصوها، انا هاجي عن اذنكم. لا طبعا يا دكتور، حضرتك تشرف وتانس في اي وقت. شاي يا وسيم بعد اذنك. لا 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 لا، احسن برضو احسن. لا انا بحب الشاي بعد الغدا. انا انت جاي على بياد بقى.
اخبار صينيه البطاطس ايه؟ لسه ما استويتش. خد راحتك، قدامك ساعه، لان شابتر 6 ده هياخد حوالي ساعه. ويا ريت كام قرن فلفل كده تحطهم، عشان انا بحب البطاطس سبايسي. ولو في كبد وقوانص يبقى على السطح. السطح؟ سطح الصينيه مش سطح السطوح. اه طب حضرتك تحب الحلو ايه؟ ده على مزاجك انت وذوقك، حاجه بسمنه بلدي. اتفضل يا دكتور. اتفضل. اتفضل يا فندم. نورت والله. اتفضل. ده جاي مطعم. لسه مخلصين تمرين. ايوه. طب طمني على مامتها. ولا حاجه، خلصت جلسه الاشعاع وروحت البيت. ان شاء الله تبقى كويسه. انا جاي استلم منك الورديه، حابلك اخدها منك. لا احنا لسه قدامنا يوم طويل، لسه هنروح الفاني بارك. ايه هتروحوا فين؟ دي مدينه العاب كده لسه فاتحه جديد، وانا وعدت يارا ان انا اوديها. اه يا سلمى، بس هي معاكي طول النهار. وفيها ايه لما تفضل معايا لحد بالليل؟ طيب مين هيروحها؟ ما تقلقش انا هوصلها. بس انا كده هتعبك معايا. انت عارف انا بحب يارا قد ايه، ببسط قوي لما هي تبقى معايا. طب يا ريت ما تتاخروش بالليل. لا لا مش هنتاخر، ما تقلقش. ايه يا يارا، صحصحي كده، لسه قدامنا يوم طويل جدا. فوقتي خلاص. صباح الخير يا ترى، لسه فاكراني؟ انا كنت قدمت على شغل هنا بس ما حصلش نصيب. فاكره حاجه زي كده. الملف ده بعتمد اما مهل ياسر بيه. مها مين؟ مها الغزالي. انت تعرفها منين؟ لا ما انا اشتغلت معاها من اول الشهر تقريبا. محاسب برضو؟ ايوه. الملف ده فيه ايه؟ ورق مهم، مدام مها خافت تبعته على الايميل، وقالت لي ان ياسر بيه هيبعت معايا ورق هي طلبته منه. طب اتفضل استريح وهرجع لك تاني. اتفضل. شكرا. الملف ده بعتته مع الغزالي. الغزالي. طب يا شريف، اقرا وقول لي رايك. غير ما اقراها، الست دي مقلقه جدا بالنسبه لي. ليه بقى ان شاء الله؟ يعني سمعتها وحش قوي في السوق، كان لازم ترجع لي قبل ما تروح لها. لما رحت لها عشان تطلع من المناقصه هي اللي عرضت عليا الشراكه. انا شايف لو دخلنا معاها شراكه في المناقصه دي هتتعبنا جدا. انت تعرف ايه عن الست دي مخوفك قوي كده؟ اعرف انها اتجوزت واحد قد ابوها عشان تلهف فلوسه، وحتى بعد ما مات راحت هي ومحامي زورت ورق ولهفت نص التركه، وهي ملهاش غير التمن يا ياسر. شريف دي مسائل شخصيه ملهاش اي علاقه بموضوعنا اصلا. انا شايف اللي تعمل كده مع جوزها وعيلته هتعمل معانا اوحش من كده لو شاركناه. انت شايفه ايه؟ والله انا شايفه هناخد مصلحتنا منها ونأمن نفسنا كويس جدا. احنا هنمضي عقود والمحامي هيراجعها كلمه بكلمه. انا من رأي رانيا. والله انا عملت اللي عليا ونصحتكم، وقريب قوي هتعرف ان كلامي كان صح. عن اذنكم. ياسر الشواربي ومها الغزالي. معلومات اكيده يا قائد. صاحبك مش عارف يلعب معايا لوحده، فبيتحمى في الستات ولا ايه؟ أو يمكن هي اللي لعبت في دماغه، ما أنت عارفها مش سهلة. هيموت وياخد مني المناقصة دي. قال يعني هيهدى بعد ما خدت منه التوكيل. بس يا كبير، كانت ضربة في الجون. بس أنا رأيي شايف برضو إن إحنا لازم نعمل ديفنس. الاتنين مع بعض يقلقوا بلد بحالها. خلاص، نفكهم من بعض. مش عارف، بس متهيألي كده الشواربي مش هيفرط فيها بسهولة. بس ما هتفرط بسهولة. أنا عارفها كويس. دي بقى ابوه عشان خاطر الفلوس. حلاوتك يا كبير. دي انت حلال قوي مع الغزالي. مدام رانيا بعتني اسال سيادتك تشربي. تصدق ان انا كنت عارف ان انا هشوفك النهارده؟ ايه ده، هو انت؟ طبعا ما لحقتش تنساني. لا طبعا،
طب اوعى تكون بقى جاي هنا عشان تاخد وظيفتي. لا اطمن، انا طموح اه بس مش قوي زيك كده. ماشي، حس كده بقى، انا هجيب لك واحد جوافه، انما ايه، من عمال ايديا. مش معنى جوافه. لا بص بقى، جوافتي انا يعني ما يتحكيش عليها، يعني زي الملاك. ما اقول لك ايه، بص دي ممكن تخش موسوعه جيمس. قصدك جينس؟ ايه جيمس جينس يا سيدي، ممكن يعملوا لها موسوعه تانية والله. ماشي يا عم. ها اجيب؟ هات يا عم الجوافه. خلاص هجيب لك شويه شاي خفاف. واضح قوي انها بتثق فيك انها تبعت شخص ياخد ورق مهم زي ده. يا رب اكون قد الثقه دي. انا اذنك. انت ما شربتش حاجه؟ مره تانية ان شاء الله. طب ممكن اديك الكارت بتاعي عشان احتاج اي حاجه اي وقت تكلمني. حصل خير معلش. فداكي. حصل خير. حصل خير. انا اذنك. اتفضل. دي في ايه يا بنتي؟ انت لسه بتدوري على الموبايل؟ عندي امل يا ماما، عندي امل ان انا الاقيه ضايع مني في البيت هنا. يا حبيبتي تلاقيه واقع منك مطرح ما العربيه كانت هتخبطك. بس بقى يا ماما بعد الشر يا رب ما يكونش ده اللي حصل. ليه؟ عشان اللي لقاه هيسرقه. يا بنتي احرامي خير، مش جايز يرجعه لك. هو في حد بيرجع حاجه اليومين دول؟ ما هو لو كان عايز يرجعه كان رد عليا، انا من ساعتها عماله اطلبني الموبايل غير متاح. ليه شال الشريحه؟ ايوه ما هو هيشيلها ليه بقى الا اذا كان سرقه؟ ده لو بني ادم محترم كان حاول يوصل لي عن طريق اي رقم اللي موجودين على الموبايل. طب استني. امسكي. خدي كلميه من عندي. انا بقول لك من ساعتها عماله اطلبه. امسكي بقى بلاش دلع. انا قلبي حاسس ان هو بقى ايه اتسرق وانا هدوخ عليه. ماشي في الله ولا فايلك. الرقم المطلوب مغلق او غير متاح. شفتي اهو برضو غير متاح. اتفضل يا فندم، ادي الضحيه بتاعت سيادتك. هي ايه يا ماهر، ما عرفتش تصلحه؟ والله يا فندم انا كان اسهل عليا ان انا اصلح نفسي، ده انا لفيت على العتبه كل عبقره المحمول في العتبه وما حولها، قالوا لي ان ده اتصنع قبل ما يتولدوا اصلا. قبل ما يتولدوا؟ مالها بترن عليه دلوقتي؟ هي مين سعادتك؟ انت مالك يا ماهر؟ انت مالك؟ انت بتدخل في خصوصياتي ليه؟ لا لا تمام سيادتك، اصل انا صعبان عليا ان انت يعني تمسك موبايل زي ده، الصراحه مش قيمتك. لا يعني يا ريت يا ماهر انا ما اصعبش عليك، ممكن؟ طبعا. خلاص ولا في حاجه تاني؟ لا لا خالص. ماشي ناديلي بقى نسها امل. حاضر. اتفضل. هي امل يعني هي اللي هتصلحه ولا يكون موبايل مصدي ده هو اللي هيجلب له الحظ؟ تقول حاجه؟ ده انا بقول يا رب يكون الموبايل لسه فيه الخز الخط يعني. الخز؟ لا ما اتاخدش الخط. تقلقش يا ماهر. افندم. امل عايزك تبعتي حد يجيب لي تليفون كويس جدا في اسرع وقت، يا ريت. دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. عايز اطلع الشريحه اللي هنا واحطها في موبايل جديد. يا حبيبي بس الخط اللي في التليفون ده لازم يتقص عشان يتحط في اي تليفون. اتصرفي يا امل، خديه معاكي وخلي اي حد يتصرف بس بسرعه، موبايل كويس والنبي. تليفون مين ده يا ياسر؟ ده وقته؟ يعني بجد ده سؤال في وقته؟ خلاص سوري. رغي رغي كله هيقعد يرغي.
الخير. فين تليفوني؟ ايه بس براحة. أو مساء الخير، مساء النور. هو فين النور ده؟ واحد واخد موبايلي وقفله من امبارح لحد دلوقتي. على فكرة أنا مش قافله من امبارح، هو اللي ما كانش عاوز يفتح. لا والله؟ وفتح ازاي دلوقتي؟ أنت موبايلك ده أصلاً هوبليس كيس. أنا ما طلبتش رأي حضرتك في تليفوني. وبعدين لما هو ما فتحش كلمتني منه ازاي؟ لا حضرتك أنا كلمتك من رقمك. لكن هو كان محطوط في موبايل جديد. اتفضلي. إيه ده؟ ده تليفونك الجديد. أنا عايزة تليفوني القديم. طيب ممكن تقعدي ونتكلم؟ واصلا تليفونك القديم دوت من ساعه ما وقع منك من الشنطه ما بقاش ينفع اتكسر 100 حته. ما هو انت السبب على فكره. طيب ما هو عشان انا السبب جبت لحضرتك تليفون تاني. انا مش هينفع امسك موبايل زي ده، هو انت عايز تلبسني تهمه؟ ايه بس البسك تهمه؟ ليه؟ وبعدين انا اعمل ايه دلوقتي عشان ارضيك؟ طب ممكن تقعدي ونشرب حاجه ونتكلم. لا حول ولا قوه الا ما تعملش حاجه خالص. بص حضرتك اديني الشريحه بتاعتي وانا هتصرف. ممكن تهدي طيب؟ اهدي في ايه؟ ممكن حضرتك تعتبر التليفون ده هديه. هديه؟ هديه بمناسبه وحضرتك تعرفني؟ بس هي دي الفكره. تعالي بقى نقعد ونتعرف. ممكن تقعدي عشان نشرب حاجه. انا مش عايزه اعرفك. اديني الشريحه بتاعتي خليني امشي. انت غريبه قوي على فكره. وبعدين مش هينفع خلاص، الشريحه اتقصت عشان تحط في تليفونك الجديد. هعمل لها وصله واكبرها. لا ده انت فعلا غريبه، غريبه جدا بقى. انت اغرب على فكره. اديني الشريحه. طيب اهدي ما تزعقيش بالراحه. ايه ده؟ خلاص اهدي. ايه الهبل؟ مرسي لذوقك على فكره. اتفضلي. فرحه كده تضحكي. لا ده انت اهبل بقى. ربنا يسامحك على فكره.